الحمد لله الجبار الذي خلق البحار وأنزل الأمطار وأنبت الأشجار، والصلاة والسلام على المختار وصحابته الأخيار. وبعد، سالفتنا لهذا اليوم يا جماعة تتحدث عن الزراعة. يقوم الاقتصاد في أي بلاد على 3 أشياء: الزراعة والصناعة، والثالثة المخازن من النفط والمعادن. الزراعة على طول الأزمان مهمة لأي بلد، للأب والولد، والزراعة بالنسبة لليمن مهمة للمواطن والوطن، فيه مصدر دخل وفير يعتمد عليها الكثير. واليمن تتمتع بأحلى موقع، أجواءها معتدلة ورطبة، وتربتها خصبة، فيها السهول والوديان، فيها الجبال والقيعان، فيها الهضاب والشطآن، مناخها متعدد ومحصولها جيد. كم تزرع فيها أنواع مختلفة من النباتات في مختلف المساحات. والإنسان اليمني استطاع أن يستغل أراضيه أحسن استغلال، زرع القيعان وحول حتى الجبال إلى أراضي زراعية محاصيلها غنية وجودتها عالية ومناظرها حالية. تلقى الآباء والجدود في مختلف العقود والعهود اهتموا ببناء السدود، ولسد الحاجات وزيادة المنتجات بنوا المدرجات. لو أن النظام اهتم بالزراعة حق الاهتمام، لا نكتفي اكتفاء ذاتي، ما عد نقول لحد هاتي، ولا عد نشتي بر أمريكي ولا جبن بلجيكي ولا حلب دنماركي، لا قمح استرالي ولا رز إيطالي، ما حد يأذينا ولا يتحكم فينا، لا يلعب بنا التجار ويغلوا الأسعار ويمكنونا هدار، لا عد يتعذره غلا عالمي ولا خلل من آدمي. لو شي لا نصلح ونعالج ولا نريع للخارج، ما نستكفي من الداخل. ما رأيكم نطلع فاصل؟ واصل يا مجيب واصل. رضي عليكم وعلى والديكم. النظام في اليمن خلال 3 عقود من الزمن أهمل الزراعة مثل ما أهمل الصناعة واعتمد على الجماعة. لا ما يبست الأراضي واصبح القع فاضي، وقلت المحاصيل وتقاتل هابيل وقابيل، وانتقلت العداوة من جيل إلى جيل. معانا مساحة تكفينا وأراضي تغنينا، شرق اليمن وغربها ووسطها، لكن من يقرأ العرج خطها. مسؤولين سرق من تولى حلق، وشعب تجهل ما درك في عمل. فلت والأرض في الطول والعرض، واعتمد على القرض، أدوا النافل وفلت والفرض، وبيكرضوا والدنيا كرض. عمر والمباني محل المجاني، زحفت المباني السكنية على الزراعة اليمنية، وحتى لا زرع مش دار يشذي يقع، لا يختار النوعية الجيدة، ولا يشوف أين الصالحة وين الفاسدة، لا يفلحها بالطريقة ذي تصلحها، ولا يرش لها مبيد بطريقة منظمة ولا خطة محكمة، ولا يسقيها بالقدر ذي يكفيها، يوجه الماء فيها لا ما يغميها، أثر عليها في النهمة وبذر بالماء. وإنها الحكومة فهي مقصرة، هو مدبر وهي 70 مدبرة، لا بذلت الجهود ولا بنت السدود، ولا اشتت سد قالوا لك عد، ولا يبنيها الصندوق الدولي ما لك إلا قولي. واغلب السدود الصغير واغلب السدود صغيره، مدتها قصيره وليست ذات فوائد كبيره. وهو عندنا سد واحد هذه منه عايد وفيه فوائد ايضا، وبنته بلقيس وثناه زايد. اما حكومتنا ما قدر شيء ما بشي، ولا اشتيت بير خلق تجي وتسير، ما تديه الا وقد عاد تطير، قد خسرت مثلها مرتين وسال الدمع من كل عين. مره شعبوا يدعموا القطاع الزراعي، ومن ضمن تلك المساعي صرفوا حراثات بشكل جماعي، لمن أي الشعب الواعي؟ للبركاني ويحيى الراعي. لا استثمروا مواقع يفعلوا فيهن مزارع تدي لهم دخل يومي وتدعم الاقتصاد القومي، ولا رخصوا الديزل من أجل المزارع يعمل ولا عمل حصل. هذا بيربيهن ويتعب ويسقيهن ويصير يبيعهن، ولا حصل يخسر فيهن، لا مضطر يسحب البساط ويزرع قات بدل البطاط. ما رأيكم نطلع فاصل؟ واصل يا مجيب واصل. رضي عليكم وعلى والديكم. كف عن نهتم بالزراعة، ووزارة الزراعة ذي فيها النباتات قد شبه يابسة. نأمل من الحكومات القادمة أن تستغل أحسن المواقع وتعمل فيها مزارع وتشجع المزارع، ترخص الديزل وتعمل المشكلة تحل، ويعمل الشعب والحكومة بصورة جماعية لتحسين المحاصيل الزراعية، وتوعي المزارعين وتثقف المواطنين، وتبذل الجهود وتبني السدود وتحفر الآبار ونسكها الهدار.
هذا الجهد لن يضيع. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ليل في غفلة ظلامك يهزمك ضوء النهار، نهار لا قدر الظلمة تبكر بعد طول الصبر نور. الله تنام جدبة باكية وتفيق بسمة وخضرار، لعاشر الليلة الأمل ينجب من الدمع السرور. الله ما حد مخلد قبل يوم الدين في جنة ونار، ما يدخلك للب غير المر من باب القشور، وتدور عقرب ساعة الصابر بكف الانتظار. مش مهم الحلم يأتي في مواعيد الحضور، في ناس يهرب حلمها المجنون ويسافر شهور. الله صح الله لسانك. أعزائي المشاهدين، في بداية هذا اللقاء نرحب بكم، كما نرحب بشاعرنا بكر السباعي من محافظة عمران، فأهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالأخ بكر وحياك الله. الأخ بكر طبعا أنت من قبل الثورة وأنت ثائر، أكيد لو تسمعنا قصيدة من الثورة قبل إيه عندنا قصائد اجتماعية وتعالج قضايا اجتماعية. أيوه عندي قصيدة عنوانها وطن بلا وطن. وطن أنا باين علي الليل ما قصائدي ما يضحكنكش. مش تيش أضحك أشتي أشتي أبكي أشتي. المهم وطن بلا وطن، كيف هذا وطن بلا وطن؟ ما بش قامت تودع وطنها حبها الأول، لها وطن لا تألم كل شيء يفداه، ونظرة العين فيها ألف ليش وهل، عادت تشوفه وهي ما صدقت ترباه. والحزن رغم انتشار الضحك يتسلل بدمع غدار فجر، فالفرح مأساة. الصدر اللي ضم حلم أشواقها استعجل وضمها لجل يرجع حلم تتمناه. قالت وفستان دخلتها يدور حل، والنكش يبكي في يديها ويتراشى، وقلبها يسأل بالله لا يرحل، وايام شهر العسل تلطم وتترجاه. ننتظر حين ترجع فرحتي تكمل روحي معك يا حبيبي في أمان الله، في أمان الله. من يوم سافر تعمد ليلها يطول ويذوق من ما تعاني ألف آه وآه. كان الجنين الذي في بطنها يسهل شهور، وانتي لوحدك وين بي يماه. ويوم جاوب قدرهم بكره يوصل، قامت بفستان ليلة عرسها تلقاه شهيد صمم بأرض المعركة يقتل. ما رجع حب ليلى واليمن ليلى. الله يا موطني حب حسن ليلى اليوم يتسول، وابن الشهيد الشوارع وحدها تراها. هذا المشكلة، هذا المصيبة. وابن الشوارع وابن الشهيد الشوارع وحدها تراها. إن شاء الله نقد وصلت الرسالة. صح الله لسانك أخو بكر. به شيء كان مخبى وظهر، أو تعتبر عندك أنت كان مخبى وبعدها ظهر فجأة؟ شوف جيت الثورة خرجت المخبى كله. الله وفي ساحة التغيير عرفنا المخبى كله، على درينا على حقيقته. كيف درينا؟ يعني شو يعني هذا؟ في قضايا كان في أشياء مخبأ كانت مخباية ودرينا مثل قل لنا قلنا خرج الخبر يا متمشي خين المخبئ. الله وانتهى عهد الإفاق الخبر والحزاوي. الله من تعشى موايدكم ذكر ما تغدى، والمريض اكتشف سر الدواء والمداوي. ويلكم ويل من ست ذان وجب لا اسمع زيف ماضيكم وشاف البلاوي. الله الله ويلكم ويل من ست ذان وجب لا اسمع زيف ماضيكم وشاف البلاوي. بعد ما اختلتم ابراهيم والخير قفى، والحقيقة عمتا هلوست كل راوي، والحقيقة عمتها هلوست كل راوي. عارفين الذي يوم العزوم التعدى، والمثقف فهم لياتكم والملاوي. بن توقع ووقع والمخطط كمتا، والذي ست بين أوتاركم والحساوي. وانتقلتم إلى عصر الزعيم المفدئ، يسرق أحلامنا واحد واحد يغاوي يغاوي يسرق أحلامنا واحد واحد يغاوي يغاوي. غاب الأبيض وفاز اللون الأحمر وعدى، ونعرفنا غير لون حكم السماوي. الله الله الله. غاب الأبيض وفاز اللون الأحمر وعدى، ونعرفنا غير لون حكمه سماوي. سماوي لا تشعك العليب الشيخ ناصر توكا، ونحن بخارج الشيخ الهوى بالفتاوي. من تعبد لناره قال قرب تدفئ، انكفر بأحمد بن عاقب بالمكاوي. حقها الشعب والدستور والماء والغاز والماء، باطن الأرض طاهرها السماء والمناوي. بعد ما اختال هذا الشعب
والشعب عفى يعلم الله علي في جثته. ويش ناوي ويلكم ويل من من ست اذان وجب بلا اسمع زيف ماضيكم شاف البلاء شاف البلاء والله الا ما المخبى الا خرج الا خرج. طبعا جت الثوره والحمد لله انه لكن به باعتبارك واحد من شباب الثوره المبادره الخليجيه به بعض الشباب كانت لهم نظره بعضهم بيقولوا تمام لكن الحصانه ما حد راضي بها كل الشباب. انت لك راي في المبادره ولا القصيده هديت يعني في المبادره قصيده ولا يمكن يعني رفضنا المبادره الخليجيه من وجهه نظرنا المتحمسه ايوه للرفض والحسم الثوري ضروري ويمكن الشيابات معاهم ايوه عندهم حكمه خليهم على داو يعني نفس حكمتهم اللي وصلنا واحنا على موقفنا واحنا شاف حماستنا لا تصلنا ايوه خليهم نجرب الحكمه ايوه قبل جربنا الحكمه ايوه عنوانها وجوه تقرا من قفاها وجوه تقرا من قفاها مواقف تصحي جرحنا من زمن كان وطعمه تبرث من وجعها السكاكين الله سياسه تفصل للفرح ثوب الاحزان وتنزع من الثورات روح الرياحين اضاعت بسبتمبر من اوتارها الحان وعدت ربابتها لرقصه الثعابين ويا فرحه التلب بموت الفنجان ورقصه حياه النفط فوق الجثامين تعود يرانا عزهم شعب مهتان ويقرا وجعنا في الصحافه عناوين هل ادمن عرقنا عندهم كل بنيان وصنع ادمنتنا في الشوارع مجانين هل ادمن عرقنا عندهم كل بنيان وصنع ادمنتنا في الشوارع مجانين لمن ياكلوا من حقنا لحمة الضان وريحة مرقها في انوف التياوين لمه ليلنا من انة الجار سهران لمه ليلنا من انة الجار سهران ودمعة يمنا في قصور السلاطين تسابيحها سالت على خد الاحسان وتفكيرها ضحكة بوجه الشياطين لمه في نظركم دمنا سبع الوان وهل مننا من زار مكة بلادين حسبتم لنا العيدين وايام شعبان دعيتم وقلنا ساعة الضيق امين امين لمه كل ما غنيت مجموعة انسان الاقي بصدر الحانها قلب منطين لمه كل ما غنيت مجموعة انسان الاقي بصدر الحانها قلب منطين غرقنا وجيتونا سفينة وربان على ظهرها نحيا حياة المساكين على مواجكم في بحر من غير شطآن نقضي عمرنا بالأقايم مهانين كفاية طلع للجهل من وعي نسنان فطمنا مذلتنا وعدنا ميامين كبرنا علينا في نظر غير نزمان سمعتم لنا على العز درق البراهين الله صح الله لسانك وعلى الثاني والثالث عانك اخرج من السياسه شوي غزل نخرج من الثوره حتى الثوره حتى الغزل انا عندي ثوره الله الله غزل هو ثوره نعم لا انا خليت الغزل ثوره خليت الحب ثوره يا ساتر يا اسلم ما قمنا ثوره في الساحات بس انا قمت ثوره لحالي داخلي القصيده قلت قمت ثوره تغير من بقلبي حكم بو يعني فعل ثوره على قمت ثوره تغير من بقلبي حكم قمت جمهوريه وانت انت جالس اما كل ما قلت لا قلبي صوت نعم واي فتره رئاسه تستمر الفعل كل ما قلت لا قلبي صوت نعم واي فتره رئاسه تستمر الفعل قمت ثوره في الساحات من كل هم واعلن الجرح من قهرك للانضماء حب مليون انثى فالفؤاد اعتصم وانفجر الف مبسم من هوايا ابتسام واختفت من عيون رحل دموع الندم واعرف ان انت من يتبع سقوط النظام. لا غزا هجنبي نات وحلاه انهزم وانت فاوض معك عاشق رفضت السلام ما بقى شيء يغير من بقلبي ظلم غير اين رتل ان حب حرام. الله وانا خايف ان الاخ هذا زي حبيبي ما يتغيرش. ايوه لكن بس انت قلبك رفض ما احنا قلوبنا قاعده تقرح ما سفر شي خرج ان شاء الله ان شاء الله قد خرج حط مناشي قد خرج اذا اخ بكر انت طبعا كنت من احد شفتك في مشارك في سد القوافي
إيه بس القصيدة هذه فعلت لي خبر. هذا القصيدة هذه فعلت لك المشكلة. إيه قصيدة المبادرة. قصيدة المبادرة ما رضي. هو من حقهم يا أخي. تمام. إحنا نشتي تدي لنا قصيدة من الذي شاركت بها في البرنامج. هي عندي قصيدة في القصيدة الجندي اللي قتل فيها 70. القضية لأنه عمل إرهابي. أيوة القضية هذه تمس الوطن كله. لا لا بس مشكلة يعني. عندهم مواضيع عن الجندي اللي قتل في 70 وعندهم الا الاجيال المسكينه اللي قتل في جماعه الكرم ما عندهم. انا مستغرب انت عدي لنا لكن هي الحكومه ها الحين دي لنا على سنتين. لا انا ما عدت الا اللي تيتوا عندهم لانه ممنوع ان احنا نتكلم عن شهداء جماعه الكرم في الفضائيه. انا اقول لك حق هكذا اي لا هذا الحين ايش معنى يعني اللي ماتوا في جماعه الكرم ما همش ناس ما همش يمنيين بغض النظر لكن لا حتى تلقى لي موضوع عندهم يتحاكى عن شهداء جماعه الكرامه ولا عن ابطال الثوره ولا عن الثوره اليمنيه السلميه. مش معترف بثورتنا احنا بنخبط في جرن عضل زي ما بيقولوا عندهم بنخبط في جرن عضل وهذه كلها من اسباب المبادره الخليجي. لكن اي عين الله ان يكملوا الشيء ان شاء الله الحكمه نشوف حكمه الشيبات. سمعنا القصيده قلنا يلا فرحنا وقلنا اوف اوف قالت بوم. يلا فرحنا وقلنا اوف قالت دبم دبم تقتل بجنة مسامعنا هديل الحماء. الله ما كان يا مرتكبها القلب ناقص ألم حتى تغرب عن أحلام أهلها الابتساء. يلا تعسكر يخوف جوعهم بالقدم من بعد مدة وحاول عام من بعد عام حرام يا مرتكبها بعدها لابتسم تزف بسمة رفات عين بنتها. حرام يا مرتكبها بعدها لابتسم تزف بسمة رفاته عين بنته وقام ما عاد لقيت زوجته من ماجد الا القدم فيها قبلها وحرمت مشيها في الحرام مزكتها شلاء ما مزكت روح الوطن ولا السجل المسجل فيه صلى وصام واجب بدينك ضحيه عيدنا تحترم والجند بالعيد نذبحهم بدون احترام. واجب بدينك ضحيه عيدنا تحترم والجند بالعيد نذبحهم بدون احترام. شفنا الغضب من فعالك في عيون الحرم وفكرك المنحرف عن هدي خير الأنا. صح الله لسانك فعلا جريمة بشعة وهم بيقولوا هي القاعدة الله أعلم. احنا انا اخذت موقف انساني موقف انساني وتكلمت باسم الجندي الضعيف. ايوه ما هذا خل الجندي احنا كلنا مفهمين. لكن من هو المسؤول عن الفعل؟ هل بينوا لنا؟ شوف انا في البيت الاخير قلت واهمال من منشفانا لسرقنا نعم ومشينا قبل ما نربط حزام النظام. هي تكمله القصيده. السبب شفنا الغضب من فعالك في عيون الحرم وفكرك المنحرف عن هدي خير الانا واهمال من منشفانا لسرقنا نعم ومشينا قبل ما نربط حزام الامان. وهذه كلها من اسباب الاتفاق السياسي كلها الحاصل في اليمن كل من الاسباب الاتفاق السياسي صدقني وتشوف وين يودينا لا ما يرجعوا لا عن طيشانه هم يفوزوا. تمام انت قلت ما بيتحاكم شانك على جمعه الكرامه شي معك على جمعه الكرامه؟ لا والله ما يستحضرني عن شيء. خلاص كانت عن جوله كنتاكي. اختر لنا قصيده من عندك انت تختم لنا بها اللقاء. ولو غزل بعد هالبكاء يا اخي ايش احسن من الغزل؟ ما غير هو ما ترك لنا مجال ولا الغزل حالي. الوضع ما ترك. ايوه هو والله ما خلانا نتغزل ما خلاناش نعيش. ايوه ما لكن انت غزل غصبا عنا. لا تغزلت قال وين الحب وين السكر وضاع الهاجس. قول احبك. ايوه قول احبك. احبك الله. قلتها نظرها وقعها الخجل باللثام قالها الرمش لكن ما قدرت افهمه. قلتها لي اشاره في كفوف السلام قلتها لي لغه ما بش لها ترجمه. يا حبيبي شفاها القلب حب لا كلا حاولت في مخاض الحب تتكلمه تسعى الشرط حملنا جنين الغراب ليش لحظة لقانا ننجب اللعثمه. الله أذن الحب نفطر مش نتم الصيام وقبل الصبح نشرق نور مش نعتمه في سما الحب حلق لا تعد الحمام وقبل الليل نتهناه مش نحلمه. الله 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 كل نظرة تحاول دفعنا للأمام كل خطوة خطاها شوق متقدمة كل قطرة حبسناها بصدر الغمام كل كلمة بسجن الخوف متألمة خوضها معركة واعلم بها الانهزام قولها لي قبل فالخد
نستسلمك ولها ناشفه اكمل بدون احترام او على اي مذهب كافره مسلمه ذكرها اقوى لساني في صلاه القيام قولها في فمي وادخل بها محرمه للمشاعر ركض في بطنها ابن الحرام قول احبك وانا اللهم حرمه. صح الله لسانك. اعزائي المشاهدين فينا هذا اللي قاله يسعنا الا نشكركم، كما نشكر شاعرنا بكر السباعي، فشكرا لكم وشكرا له، والى اللقاء في حلقه جديده مع شاعر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.